ممكن. عطي سندويتش بس حق بنتي حرام يعونه. انا اشوف سيئات العطار. هات حبيبتي يلقي بصيك يلا أكل كل زي ما انت عايز. إذن خليهم يأكلون أوكي؟ شوفيت أنت ما رب شوفيت أنت بس كيف يسيلة كذي. خلاص أنا بشيل هذا بعد أوكي؟ هات هذا شو تري يا تاتو؟ شو يعني؟ أنت شوفيت What happened؟ تعالي يا حبيبتي يا بنت تعالي. طب أقوم أنا أحسن؟ كيف؟ أقوم؟ لا خلني يعني خلص. لا لا خلص بس أنا أكل أولادي حرام. تتعرفين هذين يا أهالي صغار لازم يتغذون ويأكلون. لا بجد معك حق. وجهك ريال غريب ما تعرفينه انتين ترمزين اللي بس حرام هذيلا ما كلوا. يا عمي اجربي وجهك روحي قومي قومي روحي. زين انت ليش قاعد تقولي؟ زين هذه حق اولادي هذا شو حق اولادي انا مشترينا هذا مين هنا شرا زين هذه البضاعه انا مش وين هنا بس هذه البضاعه خلاص حرام عليك اولادي مساكين ما كلوا انت شوفي حرام عليك هذيلي هون يا حبيبتي بدي اكل اذا روحي روحي اكل ثاني روحي انت جيبي اكل هاتي حق اولادي حرام عليك يا خلاص خلاص انت كنتي معنا في الكاميرا وخشي يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين من برنامج اندوك انت حضرتك مذيع طبعا اي نعم كم الكاميرا كان عمري 10 سنين كنت دائما احاول اتصل في الراديو كات 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 لا تتكلم عن بدايات عمرك انت يوم التصوير امور الاذاعي تفضل يلا معلش بدايه مشوار الاذاعي كانت بالضبط قبل حوالي سنتين مهارتي وصوتي في نفس الوقت كات 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 الساعه قلت انت عمرك 10 سنوات صح سيد ناجي ما بعرف لكن قبل حاول ترسيلك على بر يعني قبل شوي قلت لي فهم المشاهد يعني كيف دخلت بعدين ارجع لطفولتك والحين يعني شغلت ارسيل لا انا اقول لك يعني انت وضح بس بطريقه غير مباشره يعني لا تعطي تفاصيل يعني تعرف ابغى سرعه الاداء انت مذيع بليز تفضل ان شاء الله حاضر لا اليوم ما بخلص ان شاء الله يلا جين معلش 5 5 4 3 2 اكشن بعد سنه بالتحديد وبدات ادخل في المونتاج من ناحيه اصدار الاعلانات وبعدين استلم برنامج لا 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 لحظه لحظه يا استاذ بليز الله يخليك لا تطلع على مجال اخر انت الحين دخلت في مجال الاعلان بليز استاذ ابغى شيء كذا حلو لان نحن نبغي شيء شويه يبين الناس اللي خلف الكواليس كيف تعبانه طيب يا ريت لو تغير السؤال انا بنطول على السؤال لو تغير السؤال افضل اي تخصص انت متخصص فيه؟ اعلام والعلاقات العامه هذا تخصص يعني مو مذيع مذيع في نفس الوقت حاليا حدد يا عمي
اقول لك شوف سيد ناجي بغيت اقول لك شغله طبعا والله ذبحتني يا سيدي ذبحتني انت اللي ذبحتني شوف اقول لك شغله شو اللي اقول لك شغله استاذ بالبدايه المذيعه بالنسبه للمذيعه هاي انا ما اعرف يعني بصراحه يا هي مذيعه يا مو مذيعه يا مجرد زينه مملكات هذا رقم واحد رقم اثنين عمي بصراحه انا اقول لك شغله انا ما بغيت اسوي لك ليش ما نسوي لقاء؟ لا تسوي اللقاء. أي لا. بصفتك شو؟ بصفتي مخرج العالم. لا. بسألك سؤال. أنت يا معد أنت معد البرنامج أنت تقول يا المذيع. المذيع يعطينا الشغل لنا. شو بقول لك شغلة؟ لا 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 ثاني بقول لك شو بغيت أقول لك شغلة. هاي آخر محاولة. ترى بعدها أنا بصراحة بتوكل على الله. لو نعطيتي لي نفس الحين نفس القطو يا فتى. لو سمح. لا لا يجيب لك شيء عدل انا لا لا الكلام هذا الكلام يمشي والله تربط لي الرجال والله مو مشكله والله شو تربط ايش تربط لي الرجال قسم بالله شوف يربطني ليش اقول لك في خبر سمعت عنه خبر المذيع اللي سوى طاب حق اللقاء وسوى حق المخرج سوى حق المخرج بعد اي بعد سمعت عنه هذا مو مذيع سمعت عنه ولا سمعت عن الخبر لا ما اسمع ما سمعت لا تسمع عن ابوي السلام عليكم الحين شو السؤال اللي تبونه اللي نحدده يا رشا لا تستوي لي بعد انت يا خصم انا نبغي شيء عدل عفوا شو جماعه الاغير يبونا ضيوف صح صوتك حلو كيف ما تلعب كوره والله لا اخوي انا ما العب كوره العب سله ممكن تكلمنا عن البرنامج اللي تقدمه لو اذا كان عندك برنامج لو سمحت حاليا كبرامج للوقت الحالي لانه في عندنا كم هائل من المذيعين والمذيعات في نفس الوقت عندنا بالقناه لكن في بعض الاحيان صف صف نط مره ثانيه لا تدخل المذيعين انت تعاملت مع المخرجين ها تعاملت مع احنا بلا دعم عندنا مخرج ما اعتقد لانك انت مو باي مخرج مو باي مخرج انا ما ابغي اي شيء لو سمحت انا مثل ما انت قدمت استقالتك توك تقول انا بعد اقدم استقالتي من هذا البرنامج وكلم مدير التلفزيون ان انا جاي ان كنت جاي بمذيع يبغى يطلع المخرج من البرنامج ان سعادته ما شاء الله يعني لا لا انت صالحكم على بعض صالحكم لا لا شو صالحني يا عمي صالح شو يا اخي شو بس ما ذون بعد لا ما ذون ماذا جاء صالحنا دعم صالحكم استاذ ناجي هذا اصلا ومعد وكتب البرنامج كذا بالتحقيق طرطنقي انتو منو طرطنقي ماشي اي كلام اي كلام ما ادري ايش خلوكم انت حد يجلس وياك والله ما ادري ايش خلوكم لا صدق والله حد يجلس وياك ايش قوم سي مثل على الخشب منو اي خشب انا وانت احمد احمد انت مقتنع